الناس ديال إفران. انا اول مره نكون حاضره في إفران وغادي نلعب، يعني كانت واحد الاجواء اللي زوينه بزاف مع الجمهور الكريم، وشكرا لهم، وكان واحد التفاعل كبير معهم، وكانت لعبت قناوه فيزيون، يعني كانت زوينه بزاف، وشكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم. حط الله بالنسبه لي انا يا قناوه واحد الموسيقى اللي روحيه اللي ما نقدرش نتخلى عليها، يعني هي كتسلب وانا سلباتني ما عندي ما ندير. طلع زعما كنلعب فيزيون بزاف، اول مره غنكون في إفران، يعني اول مره غنلعب في إفران، وكانت حاجه اللي زوينه بزاف، وشكرا جمهور ديال إفران. كنت كنتجاوب، كان غزال صراحه، كان زوين، كانوا الناس بزاف جاوا تفرجوا، حسيت بهم حبوا الموسيقى ديال قناوه، واخا ماشي نفس طبيعه الحال. كنشكر الناس ديال الفيستيفال مهرجان الدولي ديال إفران على الاستضافه ديالهم، وكان تنظيم غزال. نتوما كما كتشوفوا راه كلشي داز بامان الله، وما كانش المشاكل وما كانش الصداع، وهادشي اللي بغينا. الحال بطبيعه الحال المواقع يعني كلشي لي ريزو سوسيو كاملين كيعاونوا، يعني كي الناس كيكونوا كيتبعوك الناس من بزاف ديال الدول، بزاف ديال المدن، بطبيعه الحال كيعاونك، خص غير بنادم يخدم عليه. تمشي مشي الفنان الغزال ديالنا ان شاء الله، علاش لا، علاش لا ما يكونش ديو معاه، مرحبا على الراس والعين، هذاك خونا وحبيبنا، وعلاش لا. الفنان عبد الصمد العمراوي
كانت المشاركه ديالي في مهرجان فران عطاوني هاد الناس فرصه باش نشارك معاهم، وربي ما خيبنيش وما حشمنيش. جيت في الاول كيما قلتو كان واحد الاطراك في الاول وكان واحد الخوف، ولكن فاش طلعنا للاصين لقينا الناس فرحانين وناشطين وتيردوا تيغنيو داكشي اللي تنغنيو وحافظين تاهما تبارك الله، ودوزنا داكشي مزيان وكلشي ناشط وكلشي فرحان، هادشي اللي بغينا. الجمهور كان واعر، التفاعل كان واعر، لقينا الناس راه تبارك الله واخا انا في وسط الضجيج ولكن كنسمع الناس كيغوتوا وعاجبهم الحال وفرحانين. في يوتيوب عبد الصمد العمراوي معروفه، عندي لي في الحمد لله، عندي 5 مليون في، اغنيه اللي ضاربه ما بقات معاك هضره، وكاينين اغاني اخرين مع الفنانه الكبيره ايمان الحاجب، وان شاء الله الرحمن الرحيم جا غادي يجي عمل مع الفنانه الكبيره الحسنيه اللي دفعات بزاف الفنانه منهم بدر وعبيه منهم تبارك الله عاوناتهم بزاف، وتا هي وعدتني باللي غنديروا انا وياها واحد سينكل واحد عمل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيفاش كتشوف الفنانه القديره ديالنا الحسنيه والمساعده ديال هذا الشباب الامازيغي والاطلسي؟ تبارك الله الفنانه الحسنيه ما اش غنقول، فنانه متواضعه، فنانه قلب طيب والله يعمرها دار، وكتعاون كل شيء، كاع اللي جا الاستوديو كيعيط عليها كتجي عنده ما كتبخل حتى على شي واحد، وكتعاون الناس، واللي عنده الفلوس كتعاونو واللي ما عندوش الفلوس كتعاونو، وتقدر تمشي تغني معاك عادي ما كاينش مشكل. واحد الكلمه في حق الجمهور اللي كنحضر. الجمهور كنقول لهم شكرا بزاف على هذا الحضور الكريم، وشكرا على هذا التفاعل، وشكرا ما حشمتوناش وعاونتونا. تبارك الله داك الشيء كنغنيو وكتردوا علينا، داك الشيء واعر داز مزيان. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.